طبعا ما حسب القانون الدولي، طبعا هنا القانون المحلي يعامل كما أشرنا بقانون عقوبات له سن 15. وهذا الحضور يعبر عن أن المجتمع يحمل هم اعتقال هذا البرعم، نسأل الله له الفرج. وهذا التضامن يعبر عن حب وإخلاص اتجاه له ذوي المعتقل، ويسألون الله له الفرج. والحمد لله رب العالمين. أحسنت. الله يفرج عنا إن شاء الله. الله يفرج عنا إن شاء الله. الله عليك.